يعني ايه اصلا واحد على الباب يقرر ان هو ما يدخلنيش لمجرد ان انا محجبة؟ احنا رايحين نتبسط. انا متوترة اوي بصراحة. كالعادة دي ايه مثلا الموقف المرة 60؟ المشكلة ان هو قال لك لا. ممنوع يعني؟ كل اصحابنا في الشمبار. بعيد عن النهارده عشان الحجاب يعني هنا مفيش كلور. حد هيعترض لو احنا قعدنا هنا يعني في مكان كلور بيقول لا ان احنا ما نقعدش فين هنا فين؟ غريبه. لا هي اقول لك بلاد السياحه مش احنا، لو جت لقيت حد محجب على البار هتعمل لنا احنا محضر او جنب البار هتعمل غريبه جدا. هم اللي منع المكان ولا وزاره السياحه؟ لا وزاره السياحه. لم يصدر في أي عهد من عهود السياحة قرار بمنع المحجبات. ده يعتبر تمييز وحاجة عنصرية غير مقبولة. إحنا أماكن عامة. الحقيقه اللي انت بتقوليه ده غير دستوري، احنا عندنا نص واضح في الدستور المصري بينص على انه مفروض انه مفيش تمييز بين المواطنين على اي اساس، لا اللون ولا الجنس ولا الدين، وانه المفروض الدوله ملزمه انها تكافح اي شكل من اشكال التمييز. هو في حاجات كتيره جدا بواجهها بتمنع الحجاب،